جمال اللي بيدور. وحشتنا خالص. والله توحشتينا كتير كتير كتير. هدية متواضعة دليل إعجاب والتقدير. لا 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 كده أنت بتحرقني يا إبراهيم. إيه ولو. تفضل استريح. لا لا تأخذيني، شوفي أنت محتاج زينة تبني تحت. فكي بروح أوتيل بغير وبرجع. لا أوتيل إيه ده، أنا حجز لك أحسن شقة عندي. ثانية واحدة. ثانية. والنبي لو سمحتي توصلي. حاضر. مش معاكي مفتاح؟ اه معاك. اه والنبي. تعالى. طارق وطارق قلبي هون. مع السلامة. يلا يا سيدي. أهلين. أهلا. أهلا يا حياتي. إيه الشيء ده؟ ده منتج. بس ده زحمة أوي. كتير شوية. وين حجرة النوم؟ ورايا موجة. وين رايحة؟ يا على حجرة النوم. لا أوعى إيدك، أرفع عليك. أنا مرمش نوم. إيه حجرة النوم؟ أيوه. والله خليها مطفية. ناغي. ولا أطال النوم عمرا ولا قصر في الطابور طول السهر. ناولني صاروخ يا فهمي ناولني. اه يا حبيبي جاي. شو رأيك بالترسيب؟ بتوافقيني بنكتب العائد الليلة؟ أيوة بس لا بس ولا بسوس، معي 500 جنيه المسافر ما بدي إياهم، تاخديهم هادور لعبون العائد لحد ما أرجع. أهلا يا إبراهيم بي. أهلا أهلا. تعرفتوا على بعض ولا إيه؟ لسه بنربط حواصل الصداقة بيننا. مادموزيل أمينة دي مدموزيش. فهمت تصور انها الغلبانة دي لحد النهاردة ما شافتش البرج. يا عيب الشو. اصلها مش من مصر، من طنطا. ايه انا فرجيت اياها الليلة كمان. ايه بس لا لا قومي معايا يا ابراهيم دي. هيعجبك كتير. برج ايه بس اللي هتفرجوني عليه؟ يلا يا حلوة يلا يلا يا حلوة. يا مسؤولة ما بدك تبقي لك بتسيمة، سيبيني اكتشف بوحدك. ما بدك الهدايا والخمسمية جنيه، ما بدك اياهم؟ روق المال. امال ليش جيتي معي؟ ما بيعجبك هذا البرج؟ يا خرج حوالي الساعة واحدة تقريبا. وعملت ايه بعد كده؟ نمت. شو حعمل بعد نص الليل؟ بحب انام بدري. عبد البواب اكد انك خرجت من البيت الساعة واحدة وربع، يعني بعد ما خرجت امينة بربع ساعة. بواب مجنون. بدي اقول اني بمشي وانا نايم. ما عندي هالمرض يا كابتن. انت خرجت الساعة واحدة وربع علشان تقتل سنة كامل. شو؟ هيدي اهانة. بشتكيك للسفارة، للخارجية، بشتكيك للدرع العربية. الكلام ده مش في مصلحتك، لازم تثبت كنت فين ساعة الجريمة. يخرب بيت الشيطان. افتكرت، هلا ذكرت. لا تاخذني، ذاكرتي ضعيفه لكثره اعمالي. انا اكبر منتج سينمائي في الشرق الاوسط والادنى. قل لي يا كابتن، بدكش تمثل بالسيمه؟ ملامح وجهك فوتوجيني. وانت افتكرت رحت فين؟ ايه افتكرت. شو رايك نتكلم في امر تمثيلك بالسينما بعد التحقيق؟ رحت فين؟ رحت المطار. استاذ سهيل، استاذ سهيل يا ده، وصلي شغل هالبطارك والبصر مرئم. الله يخليك وما راح انسالك. هيدي الجنة بطرخ لامك. شو امك متجوزة جديد؟ ايه حرب عليك، ده عمرها فوق الستين، ما بينفع فيها لا بطرخ ولا كافيار. بعد امك بالعنوان مثل ما هي؟ ايه شارع زقاق البلاد، بتلف عازر وبالتميز، بيطلع بوشك حاوز الساعتية، اول بيت على اليمين. تكيلة سلم على امي. تكرم خيي على راسي. سلامة. هي دي البسترمة؟ شو هالحظر؟ ما وصلت امي؟ لا الظاهر صاحبك سهيل حس انه متراقب فساب الهدية وسافر لوحده. شو قصدك يا كابتن؟ هيدي اهانة. انت بتهين اكبر منتج في الشرق الاوسط. هالشكيك للجرح عربيا.
له هديه لامي. والذهب ده برضه لامك يا شويش؟ هندم شو شويش؟ بتريدوا تحبسوني؟ بشكيكوا لمجلس الامه، للجامعه العربيه، لهيئه الامم. اهلين، ما هو عدل، بدك كتير يا كابتن على هالامر. بدك شي تسيب الشرطه وتشرب السيمه؟ شويش برضه شو بدي امشي. سلمني الكلبشوات. ايه في ايه؟ في ناس عايزين قبل امين. فينهم؟ اهلا وسهلا اهلا وسهلا اهلا وسهلا. انت والد امينه؟ اي انتوا زمايلها في الجامعه؟ لا احنا مباحث. مباحث؟ هي فين؟ دي عيانه جوه في الاوضه، عاوزينها في موضوع مهم. اتفضلوا. البهوات ظباط مباحث وجايين يتكلموا معاكي. ما تخافيش، احنا جايين نستفسر منك عن شخصية كنت تعرف. ما اعرفش عنها حاجة خالص. شفت ازاي عرفتيها؟ الصورة دي بتقول انك كنت عندها في حفلة عيد ميلادها اللي في اخرها اتقتلت. ايوه انا روحت شويه صغيره ومشيت على طول قبل ما تتقتل. مشيتي روحتي على فين؟ سيبنا شويه لو سمحت. ما تخافش مفيش حاجه. اتفضل حضرتك. حاضر. يا رب سترك ورضاك. بعد ما خرجت من عند ابراهيم المغربي رحت فين يا امينه؟ قولي يا امينه قولي، ما تكدبيش. رحت عند سناء وقتلتيها؟ لا ما قتلتهاش. امال مين اللي قتلها؟ ما اعرفش. انت لازم تثبتي كنت فين ليله الحادث. في ايه يا عم نجيب؟ والله ما انا عارف يا بنتي. سترك يا رب. يا ترى ايه؟ يا ترى ايه؟ يا ترى ايه؟ امينه نجيب طالبه في الجامعه، ايه وجه الصله بينك وبين فنانه زي المجني عليها؟ اتعرفتي بيها ازاي يا امينه؟ ما كنتش اعرفها لما الصور اللي في المجلات. صورك اللي في بيتها بتقول انك كنت على صله وثيقه بيها. ابدا والله، ده انا ما رحتش بيتها غير 3 مرات بس. وايه اللي وداكي هناك يا امينه؟ هما اللي خدوني. هما مين؟ قولي يا امينه قولي، ما تخبيش حاجه، قولي كل اللي تعرفيه. امينه زميلتنا الجديده في الاوضه. هاي. اهلا. سريرك اهو يا امينه. انت منين؟ من طنطا. وانا من اسكندريه. صحيح. ومادموزيل ألفت برضه من اسكندريه. مادموزيل؟ لا انا من مصر، بس بابي متجوز وعايش في المعادي، ومامي عايشه لوحديها في مصر الجديده، وانا بقى باخد حريتي هنا. انت هتفضلي قاعده كده؟ ما تقومي تغيري هدومك. ولا مكسوفه؟ لازم جسمها مش حلو. انت مخطوبه يا امينه؟ لا. ليكي بوي فريند؟ لا طبعا. احسن، خليكي كده منطلقه زينا. لا انا هبقى اوصلكوا واسيبكوا ونتقابل بعدين. احنا رايحين فين؟ انت مش كان نفسك تشوفي سناء كامل؟ رايح لها دلوقتي؟ طبعا هخليك تشوفيها وهي بتفنن. Thank you.
بيكي جدا. نفسي قوي اشيكم معايا. طبعا. طب يلا مين على فين؟ هنتاخر ومش هيرضوا داخلين البيت. يبقى احسن. يلا بينا. الست سناء عاوزاكي فوق. عاوزيني انا؟ اه يلا اطلعي قوام يا حبيبتي. اطلعي قوام حسب ما سلم. اطلعي بالسلامه. هلو. الحقي يا امينه باباكي مستنيكي في اوضه المشرفه. اهلا يا بابا. اهلا امينه. حضرة المشرفة بتقول لي انك دفعت الايجار يا بنتي. ايوه يا بابا. اصلهم في الكلية ادوني 10 جنيه علشان انا متفوقة. طيب كنت تبعتي لي يا بنتي عشان افرح معاكي. ده فستان جديد ده يا امينة. ايوه يا بابا. مبروك يا بنتي. انما ده برضو من فلوس التفوق. عن اذنكم. اتفضلي يا فندم. ده رخيص قوي يا بابا، اصل فستاني القديم داب. يا بنتي ربنا يسعدك، البسي زي ما انت عايزه. دي حكايه التفوق دي هتحل كل حاجه. اظن بعد كده مفيش داعي ابعت لك فلوس يا امينه، مش كده؟ أنا أعرف إن فلوس التفوق دي بتبقى على طول، مش كده يا أمينة؟ ما أخبيش عليك يا بنتي، المبلغ بتاعك ده كان بيقطم وسطي، كنت بستلفه بالجنيه والاتنين. الحمد لله هي فرجت، رزق إخواتك يا بنتي. كل معارف سناء ناس كبار قوي، ينفعوا في كل حاجة. انما كلهم كوم وابراهيم المغربي ده لوحده كوم. ده كوم كبير قوي، كل عمله صعبه. على فكره يا امينه ده معجب بيكي. يا بختك. معجب بيا انا؟ طبعا. بس لو تخليكي حركه شويه كان ينغنغك. ورحت عند ابراهيم في شقته. بس والنبي ما تقولش لبابا. ما تخافيش، بس اتكلمي اتكلمي. بعد ما نزلت من عند ابراهيم رحتي فين؟ رجعت على طول بيت الطالبات. لا، المشرفة قالت انك ما كنتيش بيت هناك. ايوه، ما انا لسه هقول. طب قولي. استنيتك كتير، كنت خايفه لحد يشوفني. لا تاخذيني يا حلوه، ما كنت بعرف انك راجعه. تفضلي يا حلوه، تفضلي. اهلا فيك. تفضلي تفضلي. هون احلى. تفضلي تفضلي. اهلا فيك يا حلوه. مش هتديني ال 500 جنيه؟ هتديهم لي مش كده؟ لا تاخذيني، ما كنت بعرف انك راجعه. اضطريت اشتري بيهم هديه لامي من المطار. مشيتي امتى يا امينه من شقه ابراهيم؟ الصبح رحت على الكليه على طول، ولما عرفت خبر سناء جيت على هنا. يا
البوليس بره يا دكتور. بوليس؟ ايوه بوليس. في 2 ضباط بره عايزين حضرتك. طب دخليهم مكتب وانا جاي. حاضر. اتفضلي انت. اصلي رافع قضيه على صاحب البيت ويظهر انهم بيحققوا في الحكايه. الادويه دي تاخديها لمده اسبوع وبعدين تمر عليا تاني. حاضر يا دكتور. اتفضلي. ميرسي يا دكتور. اهلا وسهلا. اتفضل. اي خدمه؟ ايوه مال احسن. اهلا دكتور. ايوه حضرتك تعرف سناء كامل؟ الله يرحمها. تعرفها من امتى؟ من حوالي سنه تقريبا. وايه سبب المعرفه؟ انا دكتور وهي مريضه، اظن ده كفايه. كانت عيانه بي. الحقيقه حافظ صديقي هو السبب في معرفتي بيها. حافظ مين؟ السيد رئيس مجلس الاداره موجود يا فندم. نقول له مين؟ ثواني يا فندم. صفية هانم على التليفون. اهلا سيادة الوزير. الحمد لله يا فندم. لا كلها صعبة كتير واكون عند سيادتك. هو حصل ظروف يا فندم، انما ان شاء الله كله هيبقى تمام. زي ما امرت سيادتك. تحت امري. انا مش مطمنة لسهرة كل يوم مع سي حافظ بتاعك ده. ليه بس يا حبيبتي؟ حافظ ده انسان مهذب وصديق مخلص. حاسة انكم بتروحوا حتت مش كويسة. ما تقوليش كده يا منى. انت عارفه انه مهتم بشغلي وبيتي وبس. عارفه كمان انا بحبك قد ايه. ما هو انا كمان مش قادره انسى اني تالت واحده بتتجوزها ويمكن عاشر واحده بتحبها. انما انت بس اللي بموت فيها. تعالي تعالي ما يصحش سابين الراجل مطوع بقاله مده. انا مش عارفه ليه الراجل ده انا مش برتاح له ابدا. ما تقوليش كده يا حبيبتي، قلت لك ان حافظ ده انسان مهذب. انا اسف يا حافظ اتاخرت عليك. اهلا يا فندم. اهلا. يا ترى على فين النهارده؟ ما تخافيش عليه، أنا هاخد بالي منه، مش هخليه يتلفت ليمين ولا شمال. بس يا ريت ما يكونش العكس. على إذنك. مع السلامة. باي باي يا روحي. باي. تحسين. تحسين. ها؟ أرجوك ما تتأخرش النهاردة. حاضر. بس لو حصل واتأخرت شوية بينام أنت. ها؟ باي باي. باي. عرفك بصديقة لطيفة أوي، سألتني عن دكتور كويس فرشحت حضرتك. إياك يطمر فيك. هي مين بس؟ أنا كنت فاكراك عجوز وعصبي زي الدكاترة إياهم. لا ده أنا عاجبك أوي. أنا بقالي مدة وأنا نفسي أشوفك قريبة مني بالشكل ده. ميرسي. أنا كمان سعيدة أوي اللي عرفتك. حافظ قال لي إنك تعبانة شوية، خير؟ مش هقولك. المفروض تكشف عليا وتعرف لوحدك. مش كده؟ كده. طب يلا بينا. على فين؟ نزوغ من حافظ عشان تكشف عليا. يلا؟ يلا. الله، هما راحوا فين؟ ما قلتليش كانت مريضة بإيه؟ أمراض العصر، أعصاب، حساسية، إلى جانب أمراض نساء أخرى. وأصبحت زبونة عندك وصديقة كمان. وكنت بتتردد عليها في البيت؟ يعني لما الظروف تستدعي. إنما كنت موجود ليلة الحادث. ايوه، وكان معايا صديقي حافظ. كده بالظبط. لا انت اختفيتي خالص عننا. اعمل ايه بس، احمد ما خطبني ما بيسيبنيش لحظه واحده. لا فنانه كبيره زي سناء هانم ليها جمهورها، لازم ترضيه الاول وبعدين ترضي خطيبها، ولا ايه يا دكتور؟ الحقيقه اللي يشوف سناء هانم مره ما بيشبعش منها ابدا، فما بالك بقى باللي يخطبها. يا ترى سناء هانم ماشي على العلاج ولا يعني؟ يبقى لازم تجيلي بقى عشان اعمل لك تحليل مظبوط. ها ان شاء الله. يا جماعه انا مش هقدر اقعد كتير الليله دي، انا عندي معاد مع الوزير.
مش عارف. هو الوزير ده الحاكم بأمره ينام بالنهار ويشتغل بالليل. الحقيقة الوزير بتاعنا لا بينام بالليل ولا بالنهار. الحقيقة ساعات بيه انتوا بتتعبوا قوي. الله يكون في عونك. بيتعبوا قوي قوي قوي. البيت للوزير ومن الوزير للبيت. بالمناسبة دي اكلمه في التليفون اطمن بس. يا عيني علي. طب سنهام استاذن. لا لسه بدري يا دكتور. معلش عشان عندي اشوفك بكره ان شاء الله. ان شاء الله. باي باي. سعيد قوي يا حبيبي. وبعد خروجك من الحفله رحت فين؟ البيت طبعا. المدام قالت غير كده. مدام مين؟ مرات حضرتك. ايه دخل مراتي في حاجه زي دي؟ اهدى يا دكتور واقعد، احنا بنحقق في جريمه قتل. انتوا عايزين ايه بالظبط؟ احنا عايزين نعرف انت كنت فين بعد ما خرجت من الحفله لغايه الساعه 3، والا مضطرين نوجه لك تهمه القتل. طب قتلها ليه؟ احنا كنا اصحاب، مجرد اصحاب. وانا سبتها يوم الحفله ومشيت و قريت الخبر في الجرايد زي كل الناس. كل ده ملوش لزوم. المهم عشان مصلحتك تفتكر انت كنت فين. طب استنوا عليا وانا افتكر. اصل اسئلتكم كانت مفاجاه وما تصورتش انكم هتوجهوا لي اتهام زي ده. ايوه افتكرت. أنا رجعت على هنا في العيادة في الوقت المتأخر ده؟ أيوه. ليه؟ دكتور ما جابوش غير 30 جنيه بس. معلش أصلهم من طرف ولفت. هما فين؟ في الأوضة دي. حضري أوضة العمليات. حاضر. ما تخافيش. مش عايزة أموت، مش عايزة أموت. إيه ده يا سلوى؟ إذا ما عملتيش العملية هروح في داهية. أهلك هيقتلوني. تعالي يا حبيبتي، تعالي ما تخافيش. تعالي. خش يا أختي. خليك أنت هنا. حصل. بس النبي يا حضرة الظابط، ما تجيبوا السيرة لأهلي أحسن يموتوني. الله يخليك. طب اتفضلي أنت. هو زي ما شفتوا حضراتكم كنت بأدي خدمة إنسانية لإنسانة في ورطة. كان ممكن تتقتل لو اهلها اكتشفوا الحكايه دي. ايوه بس الخدمه الانسانيه دي قانون العقوبات بيقول عليها جريمه. وقانون المهن الطبيه كمان. علشان كده احنا هنستضيفك عندنا شويه. يا شبيش فرع. فندم. عشرة. احجز لك شقه فيها؟ خليهم شقتين، اصل العمليه كبيره شويه. يبقى ضمننا انك هتستعجل لنا الطلب. من بكره. على فكره يا مدام، المقاول كان عايز يورطك. ليه؟ متواضع جدا، بعد شويه كان هيوقف الشغل. ياه. الكميه لازم تتضاعف وينضاف اليها اصناف تانيه. طب قول لي حضرتك نكتب ايه؟ معاكي ورقه وقلم. معاكي ورقه وقلم. بس هنا مش ممكن. ايه رأيك لو نروح البيت نكتب في هدوء؟ مش يكون أحسن؟ معقول جدا. اكتبي كمان. 300 متر خشب موسكي للشبابيك و300 للباركيه، 5000 شكارة أسمنت، 4000 مصيص. أظن بكده بقى تبقى العمارة كملت. لسه اكتبي. لسه إيه تاني؟ الأدوات الكهربائية. محدش يعرف إن الشركة فيها أدوات كهربائية. هتلاقي تمنها ضعف في السوق السوداء. انا مش عارفه من غيرك كنت هعمل ايه. بالطريقه دي تقدري تبني الثلاث عمارات بدل عماره واحده. وبدل ما تحجزي لنا شقتين نخليهم اربعه. من عينيا الاثنين. بس هودي الطلب ده فين بعد كده؟ تبعتيهولي. يعني الانسه ساميه السكرتيره بتاعتي. بعد ربع ساعه اكون موافق لك عليه. اول الشهر تصرفي الطلبيه على طول. ميرسي. تتهموري بس. محدش جاي لك ولا حاجه. طيب ممكن اكلم في التليفون؟
تتكلم من فوق احسن؟ احسن برضو. الو؟ ايوه يا فندم. اسمعي يا سامي، الغي المواعيد كلها للاد، الغي كمان اجتماع مجلس الاداره، عندي اجتماع طارئ مع السيد الوزير. مع السلامه، مفهوم؟ اهلا وسهلا. اهلا بيك يا فندم. تحسين بيلبس وجاي حالا. على راحته. حافظ بيه يا فندم. انا شايفه انه تحسين بيسهر الايام دي كتير برا البيت، ودي مش عادته. ايه الحكايه بالظبط؟ اطمني يا منى هانم. لا يا حافظ بيه، انا حاسه انه في حاجه، ارجوك تكلمني بصراحه. انا كنت هتصل بيك بالتليفون واسالك. وما اتكلمتيش ليه؟ مش عارفه النمره. هاخدها من دفتر تحسين واكلمك. انا جاهز. يلا يا حافظ. عن اذنك. باي يا روحي. باي. دي كانت حجة عشان امشي من الحفلة. سيادتك عارف ان احنا بنروح حفلات غصب عننا، ظروف بتفرضها علينا المسؤوليات. وبعد ما خرجت من الحفلة رحت فين؟ انا اسف قوي، رحت مكان ما اقدرش اتكلم عنه. بس نحب نعرف انت كنت فين وقت الحادث. بس دي حياتي الخاصة. مع احترامي الشديد ليك ولحياتك الخاصة، احنا دلوقتي قدام جريمة قتل. ايوه، احنا لازم نعرف انت رحت فين، والا مضطرين نوجه لك تهمة القتل. زي الفل. الو، مساء الخير يا منى هانم، انا حافظ. البيت بتاع حضرتك دلوقتي قاعد مع ممثله معروفه. قولي مين هي ارجوك، وفي شقتها كمان. طيب انا هاجي اخر بيت وبيتها. لا لا بلاش فضايح يا مالي معروف، ما تجيش انت. امال انا وظيفتي ايه؟ انا اضطريت اجي معاه بس عشان اعرف لي كل اخباره. بعد شويه هستاذن واجي بنفسي اقول لك كل حاجه عنه بالتفصيل. طيب طيب طيب، ما تقلقيش، مع السلامه. شفتوا معاها بيعمل ايه؟ بيبوسها؟ بيحضنها؟ كان بيقول لها ايه؟ يعني كان بيقول لها انه مش طايق يرجع البيت وعايز يقعد معاها الوش الصبح. الكلب الخاين والله اللي حوريله. ايه دي يا منى؟ ايه بعد كل اللي عملته عشانه مش طايق البيت وكمان بيخني. طب بس ما تزعليش نفسك انت، بس تشبع بيه. هي فاكره ايه يعني؟ بلا نيله. انا مش قادره اصدق ابدا انه كان بيخني مع واحده تانيه. طب بس يا منى، مش معقول كده؟ مش معقول. معقول ده كله يحصل منه قليل الادب ده؟ وبعدين يا منى، وبعدين ما تعمليش في نفسك كده. والله العظيم لا انا سايبها